نعم، اليوم مداخلة قصيرة ومساهمة قصيرة حول موضوع شخصي أو حول توجه قناة يوتيوب. أنا مبتدئ في مجال المعلومات الاقتصادية. مسيرتي المهنية تتسم بالتطوير المستمر لتكنولوجيا المعلومات. قد درست في الأصل، يعني في الأصل الهندسة الاقتصادية والهندسة المدنية، وبسبب الإنترنت الناشئ كانت أطروحة الدبلومي مرتبطة بها بالفعل في تكنولوجيا المعلومات. حصلت على درجة الدكتوراه في موضوع في المعلوماتية الهندسية. عملي في الحياة المهنية قبل ما أصير أستاذا في نظم المعلومات التجارية كان في استشارات تكنولوجيا المعلومات. لذلك انتقلت بشكل مستمر من قطاع البناء إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة لي يتناسب مع تجربتي الشخصية. أصبح واضح لي في الأيام الأخيرة أن حوالي 5 سنوات طلاب الماجستير في المعلومات الاقتصادية هنا في ميرسي بورغ التي أنا مسؤول عنها كرئيس لبرنامج الدراسة، ما دوم لنا بدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية. ذاك عندنا أيضا من يغيرون مسارهم المهني ومعظمهم انضموا إلينا كمختصين في تكنولوجيا المعلومات أو الاقتصاد. وأعتقد أن انتقالي قد يكون مفيداً لفهمك وتقدير خلفياتك المتنوعة ربما يمتلكه. جذب الطلاب إلى هنا في ميرسبورغ بسبب انفتاحنا على هاي التغييرات المهنية. أنا هكسة التاليات المهنية بدون أي نوايا أعمق. قد قمت بالفعل بإنتاج بعض الفيديوهات عن التحول المهني إلى المعلوماتية الاقتصادية. يمكنك العثور على بعض مقاطع الفيديو المرتبطة أعلى. من الآن فصاعدا عد التركيز بشكل خاص ومكثف على ظاهرة الانتقال إلى المعلوماتية الاقتصادية على هذا القناة. أعتقد أن ده يمكن أن يساعد الكثير من الشباب اللي ما يتذكرون هذا السؤال وربما تفكر فيها. أجيز قائلة للمجالات التالية بموضوعات تستحق المس المزيد من الدراسة أو التحليل عن كثب. لماذا ومتى ولمن يكون التحول المهني إلى المعلوماتية الاقتصادية هو الخيار الصحيح؟ ما هي المحتويات والأموال التي تنتظر للناجحين اللي مغيروا مجالاتهم؟ هل توجد شخصية نموذجية لمن يغيرون مجالاتهم؟ بالإضافة إلى ذلك أود تسليط الضوء بشكل أكبر على خلفيات وتجارب الانتقال الجانبي، تنظيمها، وكما أقوم بمقابلة شخصيات مشهورة على إشحالز. هتكلف هنا في هاي القناة إلى جميع المتخصصين في المعلوماتية التجارية وأيضا إلى كل من يهتم بهذا الموضوع في المستقبل أحصل على معلومات أكثر تحديدا. نعم، يعني هذه في الواقع المعرفة والرسالة الجديدة. ما إذا داش زيكم إذا تناولت الموضوع فأنا أدعوها بالطبع بحرارة. شكرا لك على إعطائي إعجابا واشتراكا هنا لكي يتأثر خوارزمية يوتيوب بشكل إيجابي لك ولكل المهتمين الآخرين لعدم تفويت أي شيء حول هذا الموضوع في المستقبل. التعليقات مرحب بها ومفيدة بالطبع. نعم، بذا المعنى إلى اللقاء في المرة القادمة وداعاً.